سريع غليزان ودفاع تاجلانت لتعزيز حظوظهما أكثر في الظفر بالتأشيرتين المتبقيتين، وأولمبي المدية يحمل آمال أنصاري إلى ملعب البليدة في مباراة الإبقاء على الحلم إلى آخر جولة. وحالة طوارئ في أسفل جدول الترتيب هي أبرز عناوين المشهد ما قبل الأخير لمنافسة الرابطة الثانية. إلى ملعب غليزان ستتجه الأنظار عندما يواجه السريع المحلي الضيف شبيبة بجاية، مباراة لن يرضى خلالها المدرب بنيلس وأشباله إلا بالنقاط الثلاثة لإضافة خطوة أخرى على طريق الصعود أمام منافس ضمن البقاء. وبنفس الهدف يدخل دفاع تاجنات لقاءه أمام أمل مروانة، أين يسعى أشبال بغرارة للفوز على متذيل الترتيب بعد أن فاز في الجولة الفارطة على المتصدر، غير أن الفوز على أمل مروانة يعني تحديده لهوية أول المتجهين إلى غياهب قسم الهواة، بما أن اتحاد حجوط ووداد تلمسان يستفيدان من استقبال اتحاد شوية وشباب عين فكرون على التوالي، في حين سيكون نجم القليعة في مهمة صعبة بباتنا أمام الشباب. وعلى ملعب براكني بالبليدة يسعى أولمبي المدية لتمديد حلم الصعود إلى آخر جولة، عند معد البليدة آمال قد تبددها رغبة المحليين في توديع أنصارهم بانتصار يفجر حناجر أبناء مدينة الورود احتفالا بالعودة إلى حظيرة الكبار.